هو النقابة هي واحد الهيئة دستورية كتعنى بالدفاع على الحقوق والمطالب ديال واحد الطبقة معينة من الشغيلة. والميدان الفني ولا واحد الميدان اللي فيه مهنيين كيمارسوا كيزاولوا المهنة ديال الفن وعندهم حقوق وعندهم مطالب. والنقابة هي الجهة الوحيدة اللي ممكن على أنها تدافع على الحقوق ديالهم والطالب بالمطالب ديالهم في الهيئات اللي تابع لها القطاع اللي هي وزارة الثقافة. وبالتالي فضروري كيخص من هيئة ترافعية اللي تكون كطالب بالحقوق ديالهم. المهنيين في القطاع الفني كيتخبطوا في واحد العشوائية في مزاولة المهنة ديالهم، ما عندهمش قانون ينظم المهنة. ومن هذا المنبر كنناشدوا السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل باش يكون تفعيل ديال قانون الفنان، لأن قانون الفنان اللي مصادق عليه منذ سنوات منذ 2016 والقانون الفنان مصادق عليه في الغرفتين لا مجلس النواب ولا مجلس المستشارين مازال ما خرجش للوجود، وفيه بنود اللي في صالح الفنان المهني الممارس اللي في مهنة الفنان. ومن بين هاد البنود كاينه واحد البند ديال إجبارية العقود. فاحنا كنطالبوا من السيد الوزير عبر هذا المنبر وعبر مجموعه من المراسلات عبر مجموعه من اللقاءات اللي درناهم مع السيد الوزير باش يفعل قانون فنان، لانه غيحمي له الحقوق ديالو، بالخصوص لان النقابه ديالنا كتدافع على الموسيقيين القطاع ديال الموسيقى، لان الفن راه واحد الكلمه كبيره كتشمل مجموعه من القطاعات كثيره بزاف. الموسيقى حنا اللي كنعناو بالشان ديالها، فالموسيقيين اللي كيشتغلوا في الليل يعانون الامرين، خصوصا ما بعد كورونا ولا الموسيقي كيعيش واحد الظروف ديال التهميش، واحد الظروف ديال الاستغلال، واحد الظروف ديال الطرد في اي لحظه. وبالتالي هذا الميدان هذا راه تحتاج الى هيئه اللي تدافع عليه واللي تصونه. الحاجه الوحيده اللي كنطلبوا من الموسيقيين هو انهم يتحدوا باش تولي عندهم واحد القوه، لان راه في الاتحاد قوه. ما دام حنا باقين كل واحد كيلغي بالغاه فراه ما عمرنا غادي نوصلوا الهدف ديالنا اللي هو ضمان الحقوق، بما اننا في دوله الحق والقانون. كثروا النقابات هذا حق يكفله الدستور المغربي اللي كيامن بالتعدديه. حنا في واحد الدوله اللي كتعطينا الحق على اننا نكونوا عندنا مجموعه من الهيئات سواء احزاب نقابات جمعيات، وهذا في حد ذاته هو ظاهره صحيه، وانه يكون عندنا مجموعه من النقابات. فين تختلف الرؤية ديال النقابات هو في الأهداف ديالها وفي طرق العمل ديالها وفي الدمم ديال الناس اللي متوليين الشأن ديال هاد النقابات. فنعطيكم باش كنقولوا باش كنتميز النقابة ديال النقابة الوطنية الموسيقية المحترفين بالمغرب. أول حاجة هي ما جاتش وردة صدفة. النقابة الوطنية الموسيقية المحترفين هي واحد النقابة اللي كتنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. والاتحاد العام للشغالين بالمغرب عنده ما يفوق 64 سنة في المجال ديال النضال في مجموعة من القطاعات، أكثر من 110 القطاعات اللي داخلة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واللي هي نقابة أكثر تمثيلية وحائزة على المرتبة الأولى في القطاعات المهنية في المغرب. هذا من ناحية المركزية النقابية. النقابة الوطنية الموسيقية المحترفين نبداوها من كما تنقولوا نبداوها من 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 المسؤولين. فاللي مسؤول على النقابة الوطنية الموسيقية المحترفين اللي هو الكاتب الوطني الأستاذ مصطفى برطون، فهو واحد الشخصية اللي ماشي غريبة على الميدان. أول حاجة عنده أكثر من 40 سنة في الميدان الموسيقي. ثاني حاجة متمرس ومتدرج في الهيئة النقابية منذ سنوات كثيرة. بالنسبة للميدان الفني فهو جاور عمالقة الموسيقى العربية،
من كاظم الصاهر، من صباح فخري، من جورج واسوف، من عبد الهادي بالخياط، عبد الوهاب الدكالي، نعيمة سميح، مجموعة كبيرة من رواد الأغنية العربية. يعني الأستاذ مصطفى برطون إلى تولى الشأن الفني والموسيقي في المغرب فهو عن جدارة واستحقاق، وإنسان اللي يشهد له بالكفاءة المهنية وعلى دراية، لأنه اشتغل سنوات طويلة في الميدان الموسيقي في الليل، وكيعرف الخبايا ديال الليل، وكيعرف المعاناة ديال الموسيقي في الليل، ويعني ماشي إنسان داخل. هذا بالنسبة للكاتب الوطني. بالنسبة للفروع ديال النقابة الوطنية الموسيقية المحترفة بالمغرب، فاحنا عندنا أكثر من 48 فرع في المغرب، من طنجة حتى القويرة، بتطوير العمل النقابي وتجويد العمل النقابي. كيبقى العمل النقابي هنايا، اول حاجه باش تكون النقابه ناجحه هو ان خص النقابه يكونوا النقباء اللي متولين هذا الشان، هذا فاهمين ما معنى نقابه. فالنقابه هي المطالبه بحقوق، ومطالبه بواحد مجموعه من المطالب، الملفات المطلبيه اللي كتكون كتهم الشان الحقوقي اللي غادي ياخذ فيه الموسيقي الحق ديالو. ماشي النقابة مديورة باش نجيبوا مهرجان، أو لا باش نجيبوا حفلة، أو لا باش نمشيو نجيبوا شي حاجة اللي هي متعلقة بالعائدات المالية. لأن إلا درنا مهرجان جبنا حق لجوج ديال الفرق أو ثلاثة الفرق، وغتولي هنايا مجموعة من الخروقات اللي كتشوب هاد العملية، من المحسوبية والزبونية، وباك صاحبي وهذا صاحبي نطلعو يخدم، وهذا ماشي صاحبي ما نطلعوش يخدم، وهذا عندي معاه عداوة ما نطلعوش. لا، النقابة ما فيهاش عدو، هذا مزاول، يعني خصني نطالب له بحقه.